السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار سادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الإعلان في نواكشوط عن تأسيس حركة شبابية أطلق عليها مؤسسها شباب متحمسون من أجل موريتانيا عصرية. الاتحادية الموريتانية لكرة القدم تعقد جمعيتها العامة 17 وتقدم أبرز إنجازاتها في المجال الرياضي. توقيف مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الغابونية بعد تهديده بقيادة ثورة لإسقاط نظام علي بوغبو. أهلنا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن في العاصمة نواكشوط عن تأسيس حركة شبابية أطلق عليها مؤسسوها وأغلبهم أعضاء بالمجلس الأعلى للشباب، اسم شباب متحمسون من أجل موريتانيا عصرية. وفان بالتزامنا اتجاه موريتانيا معاصرة إلى تشكيل حركة سياسية أطلقنا عليها شباب من أجل موريتانيا عصرية، واختصارا جام موريتانيا العصرية. وبصرف النظر عن الإنجازات والمكاسب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة على يد فخامة رئيس الجمهورية، على سبيل المثال للحصر في مجالات البنى التحتية والتعليم والأمن وحرية التعبير والصحة إلى آخر ذلك، نلاحظ أن جزءا لا يستهان به من الشباب يظل مكابرا حيال العائد التنموي المباشر لأبرز تلك الإنجازات وما تلبيه من احتياجات أساسية بالنسبة للمواطن البسيط. هذا الوضع وغيره دفعنا إلى تحليل أولي لحالة التعاطي السياسي في البلد، كشف النقاب عن مستوى معين من التعاطي الإيجابي. عقدت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم جمعيتها العامة 17 في العاصمة نواكشوط، وقدم رئيس الاتحادية أحمد اليحيى برز الإنجازات التي حققت الاتحادية بين انعقاد دورتين 16 و17. وبالنظر إلى الإنجازات والبرامج لم تختلف هذه السنة عن سابقاتها فيما يتعلق بالإصرار على التطور والتحسن الدائم والمثابرة والعمل من أجل ذلك، حيث عملنا على إرساء رؤى جديدة تمكن من الرقي بكرتنا الوطنية إلى مصاف الأمم المتقدمة في هذا المجال في قارتنا العزيزة. وقد ساعدنا في ذلك التقييم الذاتي لأنفسنا الذي نقوم به بشكل منتظم، والتجربة الثرية التي خضناها وما فتئنا نستفيد منها، وكذلك الانتقادات التي نتعرض لها خلال عملنا على مدى السنوات الماضية، سواء كان ذلك على مستوى التصور أم على أرضية الميدان. سادة والسيدات الكرام، على مستوى المنتخب الوطني الأول، تعلمون أننا عائدون الآن من خوض مباراة مهمة خارج ديارنا أمام منتخب بوتسوانا، وقد حققنا فيها فوزا ثمينا نعتقد أنه سيشكل منعرجا حاسما في مسارنا نحو تحقيق حلمنا جميعا بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم. نظمت لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة التابعة للمجلس الأعلى للشباب ندوة في العاصمة نواكشوط حول موضوع الشباب والقيم في عصر شبكات التواصل الاجتماعي. وشارك في الندوة التي نظمت بالمتحف الوطني عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين، إضافة إلى بعض المدونين والناشطين في المجال الثقافي. نتابع المزيد من التفاصيل في السياق التقني التالي. ناقش عدد من الشباب والمدونين موضوع الشباب والقيم في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في ندوة نظمتها لجنة الثقافة والرياضة بالمجلس الأعلى للشباب في قاعة المتحف الوطني بنواكشوط. وأوضح رئيس اللجنة وعضو المكتب التنفيذي للمجلس جاكيت الشيخ سك أن الندوة تدخل ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها المجلس بغية تحسيس وتأطير الشباب للمشاركة في القضايا الوطنية وصهر جهوده في بوتقة عملية البناء الوطني. وأشار الشيخ سك إلى أن اختيار موضوع الندوة تمليه الظرفية الحالية التي تستهدف فيها الشبكة العنكبوتية عن طريق سرعة التواصل الاجتماعي لانزلاق ببعض الشباب عن القيم والأخلاق الفاضلة
التي ترسخ جذور الوحدة الوطنية وتنبذ العنف والتطرف والغلو، مبينا أن القيم والأخلاق بهما وحدهما تبنى الأمم معززة ثابتة الأركان. تمثل ذات الهوية، هذه القيم التي أصبحت مهددة في زمن العولمة، أو إن صح التعبير كانت مهددة في زمن العولمة، ولكن تهديدها تفاقم بعد مجيء هذه الشبكات. الدكتور الشيخ السيدي عبد الله تحدث خلال الندوة عن مفهوم القيم وما يعتريه من خلاف في تعريفه وتحديده. في أن هناك من أناس يفرضون على المجتمع نوعا من القيم معينة يعتبرون أنها هي القيم الصحيحة. ماركس مثلا يقول أن سؤال لا تسرق، أن قيمة لا تسرق أنها قيمة فرضها الأغنياء على الفقراء من أجل أن يظل الأغنياء وأغنياء. أن لماذا لا تكون اسرق قيمة عند ماركس مثلا؟ هذا مبحث فلسفي طبعا، لكن فقط أريد أن أصل إلى أن مفهوم القيم ليس مفهوما ثابتا. لننطلق من هذه لكي نسقط الأمر على موريتانيا، فنحن نعرف أنه قبل نشأة الدولة الوطنية كان هناك نمط معين من القيم. المشاركون في الندوة شددوا على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من اتباع الهوى فيما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، خاصة إذا كان منحرفا عن القيم والأخلاق التي تربى عليها مجتمعنا، داعين الشباب إلى استخدام هذه الطفرة المعلوماتية فيما ينفع الناس ويمكث في الأرض. يتواصل الاحتجاج بمدينة الحسيمة في الشمال المغربي، وقد تجاوز عدد المعتقلين في الحراك المستمر منذ أزيد من أشهر 100 معتقل، وينتظر أن تبدأ الاثنين أولى جلسات محاكمة الموقوفين الذين يتقدمهم ناصر الزفزافي قائد حراك الريف. تفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. يستمر التوتر بين السلطات المغربية وبين المتظاهرين في مدينة الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ أكثر من 7 أشهر في شمال المغرب، في ظل شكاوى حقوقية من عدم احترام الحقوق الأساسية للسجناء. وأوقفت السلطات المغربية شخصين على الأقل الجمعة، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية. وأشار صحفي موجود في المكان إلى اعتقال 3 أشخاص الجمعة، بينهم مدير الموقع الإلكتروني ريف بريس محمد الهلالي، غير أن مصدرا في السلطة المحلية أكد توقيف 2 فقط. وأوقفت الشرطة منذ نهاية أيار مايو أكثر من 100 شخص، بينهم أبرز قادة الاحتجاج الذين اتهموا بالإساءة إلى الأمن الداخلي. وتحدث منسق لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة المحامي رشيد محلي عن نوعية غذاء سيئة وعزل وزيارات مدتها 10 دقائق، قائلاً إن الحقوق الأساسية للسجناء لا تحترم. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد رفضت إدارة السجون الإدلاء بأي تعليق، وكانت إدارة السجون قد أكدت في بيان للأربعاء أنها تحترم بدقة حقوق المعتقلين، ونفت بشدة الشائعات التي تفيد بأنهم يقومون بإضراب عن الطعام. وتبدأ أولى جلسات محاكمة الموقوفين الاثنين في الدار البيضاء، على أن يمثل أمام المحكمة ناصر الزفزافي أبرز قادة الحركة في 10 يوليو القادم. وقال المحاميان إن 2 أفرج عنهما الجمعة بعد الاستماع إليهما في الدار البيضاء. اعتقلت السلطات الغابونية مرشح الرئاسية السابق رونالد ديزيري آيا أبا مينكو بعد بثه شريط فيديو يهدد فيه بقيادة ثورة ضد نظام علي بونغبو. وقال رونالد إنه يمنح بونغو مهلة 72 ساعة لمغادرة السلطة، ملوحا بتحويل البلاد إلى رقعة سوداء من خلال تفجير عدد من المباني العمومية في العاصمة. تابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. بين يدي استعداد محكمة الجنايات الدولية لإرسال بعثة للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها مرشح المعارضة الخاسر في الانتخابات الرئاسية الغابونية جان بينغ، حيث يتهم نظام علي بونغو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الاحتجاجات التي خرجت بليبرفيل ضد النتائج المعلن عنها. بين يدي ذلك إذن يهدد المرشح المعارض السابق رونالد ديزيري أبا مينكو بتحويل البلاد إلى بقعة سوداء إذا لم يتنحى رئيس البلاد علي بونغو أوديمبا عن السلطة في ظرف 72 ساعة. وقال ديزيري في شريط فيديو بثته قناة تيفي بليس الخاصة تحت التهديد بالسلاح إنه قرر رفقة آخرين أن يقود ثورة في سبيل تحرير الشعب، وإن التخطيط تم لإجراء عمليات من شأنها زعزعة استقرار البلاد. وأعلن ديزيري الذي يعتبر صديقا سياسيا لجان بينغ
أنه أودع مواد متفجرة في بعض المباني العمومية والمواقع العسكرية الاستراتيجية. وقد اعتقلت السلطات الغابونية مرشح الانتخابات الرئاسية السابق بتهمة بقيادة كوماندوس من أشخاص مسلحين اقتحم مقرات بعض وسائل الإعلام في العاصمة ليبرفيل وحاول إرغامها على بث شريط فيديو كان لديها. وأعلن المدعي العام لدى الجمهورية في تصريحات منسوبة إليه إن السلطات بدأت فتح تحقيق في القضية. وقد نفى المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية جان بينغ علاقته بما حصل، وقال الائتلاف الداعم له في بيان صادر عنه إن بينغ ليس معنيا من قريب ولا من بعيد بهذه العملية. ناقشت جمعية روافد الخير لتنمية وادناق خلال ندوة نظمتها موضوع الانتصارات في شهر رمضان المبارك، واستعرضت الندوة جوانب من الانتصارات التي حققها المسلمون في الغزوات التي خاضوا خلال شهر الصيام. التفاصيل نتابعها في سياق تقرير تالي. بمناسبة ذكرى غزوة فتح مكة، جمعية روافد الخير لتنمية واد الناقة بولاية الترارزة تنظم ندوة علمية تستذكر فيها الفتح الإسلامي وعوامل النصر والتمكين في هذا الشهر الكريم، شهر الانتصارات. الشيوخ المحاضرون تحدثوا عن المعارك الإسلامية التي دارت خلال رمضان، وكيف تمكن المسلمون من الانتصارات في جميع الجولات التي خاضوا في ذلك الظرف الزمني. كثر رسم المدينة في مكة 15 يوما في خيمته تبايعه قريش، وجيء بأبي قحافة شيخا أعمى فأسلم، وكان يوم الفتح الأكبر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بحق كان رمضان شهر الفتوحات، شهر العبادة، شهر إظهار الحق في ذلك الزمان وعبر كل زمان، فلنصبر ولنحتسب في هذا الشهر ونكثر من طاعة الله عز وجل. الحديث عن الانتصارات في هذا الشهر الكريم يستدعي الوقوف والتساؤل عن الأسباب التي يسرت ذلك. إذا نحن نتحدث عن علاقة وطيدة بين هذا الشهر الكريم وبين الانتصارات. حجر الزاوية فيها إنما هو تربية النفوس وتزكية الأخلاق والعلاقة بالقرآن والتشبث بالدعاء وعدم القنوط وإزالة كل أسباب موانع الدعاء، استجابة الدعاء، سواء كانت غفلة، سواء كانت دعاء من قلب غافل الله، سواء كانت دعاء من إنسان أكل المال الحرام أو غير ذلك. فعلنا أن نتجرد من كل ذلك وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نثق بموعوده وبنصره، فإن هذه الانتصارات التي تقع في هذا الشهر الكريم هي تبعث الأمل في النفوس وتؤكد أن الأمة بإمكانها إن هي استفادت من رمضان ومن مدرسة رمضان أن تعيد النصر من جديد، أن تعيد لهذه الأمة أمجادها، أن تزيل عنها ما هي فيه من تخبط ومن تكالب أعداء عليها. فأحلك ساعات الليل سوادا هي التي تسبق الفجر. وفي نهاية الندوة وزع القائمون على الجمعية عدة اشتراكات ربط دائم بشبكة المياه توفر سقاية دائمة لبعض المحتاجين، كما وزعوا كميات من أدوية الأمراض المزمنة وبعض السلات الغذائية على الفقراء في المقاطعة. وأعلنت الجمعية كذلك عن إطلاق مشروع الإشراف على الاعتكاف في مساجد واد الناقة. إلى شأن الفلسطيني، حيث نظمت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة النسخة الموسمية من اللقاء الرمضاني السنوي لرجال الإصلاح بحضور أكثر من 500 من أعضائها. وركز المتحدثون في اللقاء على دور رجال الإصلاح التابعين لرابطة علماء فلسطين في إصلاح ذات البين وحل المشاكل الاجتماعية. نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي. لحضور أكثر من 500 غزي من أعضائها، نظمت رابطة علماء فلسطين اللقاء الرمضاني السنوي لرجال الإصلاح التابعين لها في اجتماع اختارت له سيف بحر القطاع المحاصر. منبر المشاركة ارتقاه رئيس مجلس إدارة الرابطة والنائب العام المستشار ضياء الدين المدهون وأعضاء بمجلس الإدارة. مشاركة أزجى فيها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة خالص شكرهم للحضور في كلمات منفصلة استعرضت أهم أنشطة الرابطة وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة،
مثمنين ما سموه دور رجال الإصلاح المبذول بشكل متواصل للإصلاح والتوفيق بين الناس، مهيبين بهم إلى أن يظلوا عونا لمجتمعهم وقدوة لأبناء شعبهم وأسوة حسنة في مجال إصلاح ذات البين. دائرة الإصلاح محور دوران إشادة المشاركين. تناول المتحدثون حميد مخرج عملها الموسمي بلغة الأرقام، مسجلين لها حل 12955 قضية متعددة ما بين مشاجرات ومشاكل ونزاعات مالية وعقارية وخلافات عائلية وحوادث سرقة وقتل منذ بداية العام الجاري، مؤكدين أن دائرة الإصلاح التابعة للرابطة أتمت حل كل تلك المشاكل بشكل نهائي. بدوره عبر المستشار ضياء الدين المدهون عن سعادته للقائه رجال الإصلاح التابعين لرابطة علماء فلسطين، ذاكرا أنهم في النيابة العامة يفخرون بهم عاليا، مضيفا أنهم أي رجال الإصلاح بالرابطة ساهموا بشكل كبير في تخفيف العبء الملقى على عاتق الحكومة والمحاكم ومراكز الشرطة في قطاع غزة، وفق قوله: ليكون مسك ختام اللقاء الرمضاني الشاطئي دعوة إلى طعام الإفطار على شرف ضيف رابطة علماء فلسطين. نهاية نشرة أخبار السادسة وقد تابعتم فيها. الإعلان في نواكشوط عن تأسيس حركة شبابية أطلق عليها مؤسسها شباب متحمسون من أجل موريتانيا عصرية. الاتحادية الموريتانية لكرة القدم تعقد جمعيتها العامة 17 وتقدم أبرز إنجازاتها في المجال الرياضي. توقيف مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الغابونية بعد تهديده بقيادة ثورة لإسقاط نظام علي بونغو. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك، ظهرت على الشاشة 11 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. أنتم في أمان الله.